السلام عليكم غزالة ديالي، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ كي درتوا؟ مزيان؟ كيف دايره اموركم؟ ايوا، كي دايرين مع التوجيهات لرمضان ان شاء الله؟ الله يجيبوه على خير وبخير يا ربي. فيديو جديد معاي هاد النهار ان شاء الله غادي ندير واحد العقوبه ديال بسطيله صغار، حيت نصوب ليا والماما، فان شاء الله غادي نوجدهم معكم. وهكا دابا بديت معكم الفيديو من الصباح كنفطر. شوفوا الفطور ديالي هاد النهار، هذا ما فطور ما والو، هذا هذا غير كذوب. المهم ما قديتش نفطر، درت غير هاد الحليوه هادي اللي صوبتها معكم في الفيديو اللي قبل. صراحه كتجي بنينه بزاف، وقهيوه صافي. شوفوا اثار الجريمه. شوفوا شتي الزنجلان اللي باغيين فيه الخدمه وطالع ليكم في الراس وباغيين ديروا له عقوبه، عطيوه ينقي شي 2 كيلو ديال الزنجلان، وناري ما كيبغيش يسالي. عقوبه والله تاع عقوبه، داك الزنجلان بالله الا عقوبه. عمري نعاود زعما ناخد، وسيرتو منين تاخدو بلدي. كملات بلدي صافي بقيتي تما، مازال باقي ساليت ديك الكميه وباقي لي واحد الكميه قليله نكملها وندير معكم ان شاء الله معسلات رمضان. المهم ما نطولش عليكم بزاف، غندوز نفطر بالزربه ونمشيو نبداو البسطيلات ديالنا ان شاء الله. يلاه ما تمشيو لين. بسلامه عليكم البنات. هنايا نط اول حاجه بديت بها هي مشيت غادي نقلي اللوز. خص هنايا تاكدوا بلي نشف مزيان. انا منين فسختو خليتو ليله كامله نشف. هنا الكميه اللي غنحتاج، احتاجيت 4 دجاجات، كيلو ديال اللوز. صافي نشفتو خليته في ديك الملايه رقيقه كما شفتوها، نشفتو تما مزيان خليته ليله كامله. وهنا درت زيت بارده ودرت فيها هذا اللوز باش هكا بيتخطف ليكمش ويجي من الداخل مازال من برا يتحرق ومن الداخل يبقى ما يبقى مازال ما مقليش. دونك صافي خليته كيتقلى مزيان في زيت بارده. صافي وغادي ندوز دابا نصب الدجاج. هنا درت هذا طاوك، جاتني ماشي كبيره بزاف باش تهز لي الدجاج كامل، دونك طيبت على 2 مرات. طيب 2 دجاجات في الاول ومن بعد 2 دجاجات من بعد. قطعت البصله هنايا شلتها، غادي ندير العطريه كامله، سكينجبير، الخرقوم، البزار، الزعفران. انا درت ضمه ديال الزعفران حيت ما عنديش شعره، الا كانت عندكم من احسن. دونك درت التوابل كامله وزدت حتى السمن، ما كانش عندي ضروري السمن في هذا الدجاج اللي كطيبوا به بسطيله. درت الضامه ديال السمن، دونك عديت باللي كاين. صافي غادي ندير هكا المعدنوس وغادي نخلي كلشي يتشحر، وما غاديش ندير الماء بزاف. غادي ندير الماء غير تقريبا واحد الكاس ما عامرش، كاس لاروب ولا، باش ما تجيكمش، حيت البصله غادي تطلق الماء بزاف، دونك باش ما تجيكمش العماره اولا ديك هذا المريقه ديال البصله تجيكم فيها الماء بزاف. من الاحسن حيت غتاخذوا وقت باش تنشفوها من بعد. صافي غادي نطيب الدجاج مزيان. صراحة بدك الزعفران، ديك الضامة ديال الزعفران شعرك كتجي واعرة وكتخلي الدجاج بنين بزاف. صافي غادي نردو يطيب مزيان، غنقلبو. هنا دابا راه جاي الدجاج شويه طالع على الطاوب، ولكن بين ما غادي يطيب غادي يهبط ليا. صافي وزدت قبل ما ننسى معلقه ديال هكا ديال القرفه. صافي وغادي نرد كلشي يطيب بين ما طاب الدجاج، نتلاقاو من بعد. الناس هنا كنطيب الدجاج، باش قلت لكم ما ديروش الماء بزاف لان البصله هذا كطلق الماء. صافي غادي ندوز نصفيه، نديرو هكا في شي صفايه اولا كسكاس ديال البرمه باش يتصفى مزيان، ونقلي نحاول نخلي ديك البصله تقلى مزيان. غنزيد لها هكا شي 3 المعالق حتى 4 ديال المعدنوس ونخليها تشرب مزيان حتى ما يبقاش يبان لي الماء فيها، حتى يبقى يبان لي غير ليدام. الماء تنشف مزيان من الماء. صافي وغادي نبقى نزيد في البيض وكنحرك مزيان، كنزيد البيض وحده بوحده وتنحرك مزيان حتى تعقد مزيان، وتبقى لي غير خليط هكا ديال البصله والبيض عاقده، وحتى هي غنديرها تنشف واحد البرمه كسكاس بلوتو،
ونخليها تنشف حتى الوقيته اللي نوجد فيه. صافي هنا غندوز نطحن اللوز، نحاول نطحنو ماشي يتطحن مزيان، ماشي يبقى عاوتاني باين، المهم ما بينه وبين يجي مهرمش شي شويه يبان هكا فاش تعبد في البسطيل. صافي غادي نطحنو مزيان ونطلقو. فاش غادي نكمل اللوز كامل غادي نزيد سكر كلاصي الكميه اللي بغيتو، حيت انا نقصت شويه على ود بابا فيه السكر. زدت القرفه، واحد المعلقه صغيره هكا ديال القرفه، المسكة الحرة، شوية ديال المسكة الحرة. هنا راني زدت ما زهر والمسكة الحرة دقيتها مع شوية ديال السكر. صافي وغادي نحاول نعجن داك اللوز مزيان. البنات هنا جبت المكونات كاملين حيد هاد المهرة، جبت كل شيء هنا. هادي من بعد ما نشفت لي مزيان البصلة مع البيض، خليتها مزيان. تقدر تشوفوا راني دايره هادي وهادي باش كانت خليتها قطرت مزيان. الدجاج صافي راني صوبته وفرتو هكا وحيت منه كلشي العظام وداكشي. هذا اللوز اللي صوبته معاكم حتى هو درت له ما زهر وحطه والمسكة وسكر كلاصي والقرفه. صافي وغادي نجلس الورقه. انا درت خليط شويه ديال الزبده مع الزيت، الزبده مذوبه والزيت. وهنا باش غادي نبدا نسد البسطيلات الطحين مع الماء، وبسطيله غادي نقطعها على ثلاثة كيف ديما. وغادي نبداو على بركه الله. انا جبت البوفه حيت عييت صراحه. غادي نجلس وغادي نخدم شويش عليا ونشدو هرب التويولات، هرب شويه شكون يجري علينا. دونك تاني عزت بنتي صافي نعسات، وجيت دابا باش نقاد على خاطر خاطري. يلا ما تمشيو لي نخليكم. صافي البنات هنايا كنبقى نقطع الورق على ثلاثة، الاطراف هما اللي كنخدم في البسطيلات. كندير الطرف الاول كندهنو مزيان بالزبده، كنزيد الحشوه هكا بالتدريج، يعني كندير البصله والبيض موراه الدجاج وموراه هكا اللوز. صافي كنسدها ومن بعد كندير الطرف الثاني وكنجمعها ونلصق بالماء والطحين. صافي وها هي البسطيلات واجدين. هنا راني كنت وجدت الحشوه بالصباح وخليتها نشفت مزيان، الدجاج لا الدجاج ولا الخليط ديال البصله والبيض نشفو مزيان، وحتى الليل عاد قديت بشويه عليا. نتمنى يكون عجبتكم الوصفه. نتلاقاو في فيديو ماجي ان شاء الله. باي باي عليكم، خليتكم في امان الله.